السلام عليكم. الباشمهندس عمر موجود؟ عمر، عمر، ازيك يا جابر؟ عن اذنك يا خالي. ازيك يا جابر؟ اتفضل. الله يخليك، مش هقدر. خير يا جابر؟ الحق مدام نهى. عمر، شفت يا عمر اللي كنت عامله حسابه حصل؟ والله كان قلبي حاسس، كان قلبي حاسس. معلش معلش، المؤمن دايما مصاب. ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم حاجه. ودول متذنبين ولا ما عملوش الواجب ولا ايه؟ اصلك ما عرفتش اللي حصل. اموت واعرف ايه اللي حصل. اتسرقت يا عمر، اتسرقت، وحلفت محدش هيمشي من هنا الا لما اعرف مين اللي سرقني. اطمني، ما دام اتسرقتي هنا يبقى اكيد هنعرف مين اللي عملها. ما انا بعت لك عشان كده. الشرايط اللي متسجل عليها كل حاجه موجوده، بس انا مش عارفه اشغلها. هتجنن يا عمر، هتجنن. يا ستي الف بعد الشر عليك. الشرايط والمونيتور جوه في مكانهم؟ كل حاجه في مكانها، ما حدش حرك حاجه. عشان البصمات. خلاص الدنيا ما عادش فيها امان. اتفضلي اتفضلي. لا والله. ايه اللي حصل؟ اللي سرق وقف الكاميرات وعمل عملته، وبعد كده رجع كل حاجه زي ما كانت. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود. لا حول ولا قوه الا بالله. قولي لي بس، هو اللي اتسرق كتير؟ 150,000 جنيه، وسلسله، وخاتم الماس، وموبايل لسه في علبته. يا نهار اسود. معاك حق، ده اسود ومنال ب60 نيله كمان. والله والله ما عارف انطقها واقول لك معلش وجات سليمه وفداكي. هو الموبايل نوعه ايه؟ ده انا كنت لسه هسدد كارد البنك. اعمل ايه بس دلوقتي؟ اعمل ايه؟ معلش معلش، ايه دي؟ كل حاجه تتعوض، كل حاجه تتعوض. والسلسله اخر حاجه فاضله لي من ريحه امي، الله يرحمها. الله يرحمها ويرحمنا. اهدي اهدي، كل حاجه تعوض ان شاء الله. انا حاسه ان انا هيغمى عليا. لا لا، مش هيغمى عليك، انت حلوه. لا 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 والله، انا مش قادره. الله الله الله، لا لا لا، مش إيه قادره خالص. لا لا، انت لازم تمسكي نفسك. مع 150,000 جنيه هنعمل كده زي الفل. ما تسيبنيش يا عم.